الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل حديثنا عن وحدة الكتاب المقدس. كنا بنتكلم في سفر أشعياء الإصحاح السابع، هننقل الإصحاح التاسع. أشعياء بيكلم ربنا في الإصحاح ده، فبيقول للرب أكثرت الأمة، أكثرت أنت في اللغة العربية، لما يقول أكثرت أنا بالضمة، أكثرت أنت بالفتحة تبقى بيكلم حد يعني مخاطب مش متكلم. عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن، كسرتهن أيها الرب يعني، كما في يوم مديان. احنا كنا ابتدينا في الآية 3 وخدنا 3 و4 في الآية 6 نفس الفقرة، لأنه يولد لنا ولد، يعني أشعياء اللي بيتكلم مش الله اللي بيقول، ونعطى ابنا، بس مش معناها يولد لنا ولد يعني أشعياء اللي هيخلفه، لا ده بيتكلم بلسان الجماعة، لأنه قبل كده الآية 3 بيقول أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، فبيتكلم بلسان الشعب كله يعني. فبيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. يولد لنا ولد، يعني إحنا كبشر أو كشعب إسرائيل أو كشعب الله عموما، لأنه الموضوع في مجيء السيد المسيح ما بقاش قاصر على شعب إسرائيل. ولذلك سمعان الشيخ لما شال الطفل يسوع قال نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، يعني حط الأمم قبل إسرائيل. وطبعا كلمة إسرائيل مش إسرائيل السياسية بتاعت دلوقتي، لأن إسرائيل معناها أمير الله، إيل يعني جزء من اسم الله في التركيب، فإسرائيل يعني أمير الله. فقال له لا يعود يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل، لما ربنا المسيح ظهر ليعقوب وباركه هو راجع من عند خاله لبان، وقال له ما عندش يبقى اسمك يعقوب، يدعى اسمك إسرائيل، ده الاسم الجديد. طب ومين إسرائيل الحقيقي؟ لو اتكلمنا عن شعب يبقى هو شعب المسيح، ولو اتكلمنا عن شخص يبقى هو السيد المسيح نفسه، بس اداله الاسم ده لأن هو جده بحسب الجسد يعني. لكن للأسف إسرائيل ما يستحقوش الاسم ده دلوقتي، بقى اسمهم أمير الله برضو، فين الأمارة دي؟ الأنابل والقتل والغصب هي بقى مش اليومين دول بس، ما هي من ساعة ما قالوا لبيلاطس أصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. عشان كده المسيح قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا إلى أن تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فالسيد المسيح قال لليهود هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا على الهيكل، يعني إلى أن تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فزي ما قال لهم الهيكل يخرب وخرب فعلا لما جه القائد الروماني تيتوس وهد الهيكل وما خلاش حق
ده قال لا يترك حجر على حجر لا ينقض. السيد المسيح هكذا كما نزع منهم مجد الهيكل في أورشليم نزع منهم لقب إسرائيل. هم مسمين نفسهم إسرائيل، ده تسمية غير حقيقية غير صادقة في نظر الله. بس مين هيقدر يحشهم؟ أي واحد بيسمي نفسه على كيف. لكن إحنا في نظرنا في مفهومنا في تقييمنا إسرائيل أمير الله هو السيد المسيح، وشعب الله هو شعب إسرائيل الحقيقي. وإن كان يعني يمكن نكسف نقولها بسبب اللي مسمين نفسهم إسرائيل دول، في نبوة في سفر أشعيا ده نفسه صح 19 ربنا بيقول إن يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. وفي ذلك اليوم بيكلم على مصر وسوريا وبيقول تكون مصر سكة من مصر ليها ويعبد المصريين مع السوريين. وبعدين أو اللي هي منطقة أنطاكيا يعني كرسي أنطاكيا بتاع السوريان الأرثوذكس اللي بيشمل أيضا جزء من العراق، لأن ده حتى البطريرك الراحل ماري أغناطيوس زكا الأول كان مطران الموصل وهو أصلا من الموصل. فلما أشعيا بيتنبأ كان بيتكلم على المنطقة بتاعت الكنيسة السريانية في العراق وفي سوريا الاثنين. وربنا يرجع السلام للعراق تاني وينقذ المساكين والمشردين والمهجرين. قال به يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. طب مش كان بيقول دايما شعبي إسرائيل؟ مش معنى دلوقتي في أشعيا اللي صح 19 يقول شعبي مصر لأن إسرائيل راحت عليها. لكن عشان يعني ما نطفيش الفتيلة مدخنة زي ما قال فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يخسف، ده على السيد المسيح. فكمل وقال وعمل يدي أشور اللي هي مملكة أشور اللي كانت بتضم العراق وسوريا يعني. الموصل هي اسمها الأصلي أشور. وميراثي إسرائيل، ما قالش شعبي، قال ميراثي، يعني في آخر قبل نهاية العالم اليهود هيأمنوا بالمسيح. فبيقول ميراثي بقى يعني، لكن شعبي مصر. بيقول بقى لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا. لما ظهر لمنوح أبو شمشون ومراته قال له اسمك ايه عشان لما يتحقق كلامك نكرمك. قالوا لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ راح قدم ذبيحة على المذبح، راح السيد المسيح اللي ظهر له طلع في نار الذبيحة. فقال لمراته موتا نموت لأننا قد رأينا الله، بالعبري موت نموت كإلهيم رأينه. قالت له ده قال لنا أن احنا هنخلف ونجيب ولد وهيبقى نذير للرب وكده اللي هو شمشون، يبقى منين هخلف ومنين هنموت؟ ما تخافش. يدعى اسمه عجيبا، عجيب طبعا، عجيب في كل حاجة، عجيب في ميلاده، عجيب في حياته، عجيب في صلبه، عجيب في قيامته، عجيب في كل حاجة. مشيرا إلها قديرا، اللي بينكروا إلهية المسيح إلها قديرا، أبا أبديا. طبعا الأبوة في الثالوث هي للأب وحده، الابن والروح القدس ما لهمش أبوة في الثالوث. لكن بالنسبة للخليقة الثالوث هو علة وأصل الخليقة، ففي أبوة للثالوث. مش بس كده، والسيد المسيح بقى رئيس الكهنة الأعظم فله أبوة أيضا باعتباره رئيس الكهنة الأعظم، أبا أبديا رئيس السلام. ساعات يقولوا عليه أمير السلام، برينس أوف بيس،
يعني ساعات اللقب ده بيتقال بدل رئيس السلام يقولوا أمير السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية. قال سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، على كرسي داود وعلى مملكته. الملاك قال للعذراء إيه؟ يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا تكون لملكه نهاية. على مملكته داود، على كرسي داود مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. ده اللي قاله الملاك جبرائيل للعذراء. غيرة رب الجنود تصنع هذا. أنا الواحد محتار، أنا بقرأ في سفر أشعيا ولا في إنجيل لوقا؟ ما هو نفس الكلام اللي الملاك قاله للست العذراء. يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. كأن أشعيا النبي كان قاعد في الأوضة ساعة ما الملاك جبرائيل جه للعذراء وسمع أنه كان بيقول إيه. هنرجع تاني لموضوع كرسي داود ده، ونرجع تاني للمواصفات اللي اتقالت دي كلها. تكون الرئاسة على كتفه، طب اشمعنى على كتفه يعني؟ ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. كل الحاجات دي عايزة كلام لسه. بيقول في ذلك اليوم أني أدعو عبدي فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا، وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح، وأثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. رجعنا تاني لكرسي داود اهو. ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه. في المزمور يقول الرب ملك على خشبة. طب ايه مفتاح بيت داود ده؟ اجعل مفتاح بيت داود على كتفه. نشوف بقى في سفر الرؤيا بيقول ايه. هذا يقول القدوس. في نفس السفر الرؤيا يقول لأنك أنت وحدك قدوس. الحق، القدوس الحق الذي له مفتاح داود. ايه حكاية مفتاح داود ده؟ كان ايه؟ كان داود عنده مفتاح الماز ولا مفتاح ذهب ولا ايه يعني؟ الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. طب في نفس السفر السيد المسيح قال ولي مفاتيح الهوية والموت. ده يغلق ولا أحد يفتح، دي معناها مش حكاية مفتاح عادي. ده بيقول لي مفاتيح الهاوية والموت، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. ده المسيح بيتكلم بيقول هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود. ده مفتاح داود ده حكايته حكاية. مفتاح داود اهو هو خشبة الصليب. بس مش ده يعني، ده انا قصدي شكل كده يعني، هو ده. ويقول واجعل مفتاح بيت داود على كتفه، على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. أصل المسيح بالصليب فتح الجحيم وحرر المسبيين ونقلهم للفردوس. حد قدر يفتح الجحيم غيره؟ وحد يقدر يقفله على الأشرار وما يطلعوش من هناك غيره؟ ويعني لو فتح لهم في يوم الدينونة هيجوا عشان ينقلهم الجحيم لجهنم الأبدية. حتى لو فتح هتبقى فتح فاتحة البلية العظمى بالنسبة للأشرار يعني. وبعدين يقول ايه؟ وأثبته وتدا. المفتاح يبقى وتد،
في مفتاح يبقى وتد، لكن خشبة الصليب لما حطوها في الجلجسة، أنا الصليب اللي في صدري ده لما رحنا نصلي في جنازة المتنيح مثلث الرحمات الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي، فقلت إيه أحطه جوه فتحة الجلجسة، رحت مدخله بس مسافة يعني، ما أنا مقصره دلوقتي مؤقتا، بس هو الحبل بتاعه أطول من كده، دخلته جوه هو والحبل جوه فتحة الجلجسة. ليه؟ لأن فوق الجلجسة في كنيسة كده فيها مذبح 4 عواميد، الواحد يركع تحت المذبح دي ويخش يلاقي فتحة الجلجسة وفترين إزاز والصخور متشققة زي ما قال الإنجيل، والصخور تشققت. أثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. طب احنا لما بنقول الرب ملك على خشبة، اليهود مش عاجبهم العبارة دي، خلاص يشربوا من البحر، يشربوا من البحر. لكن مش عاجبهم الرب ملك على خشبة. طب امال هنا ايه؟ عندهم سفر اشعيا كامل من القرن الثاني قبل الميلاد اللي اكتشف في مغاير قمران، موجود في الجامعة العبرية في تل أبيب، طوله 7 متر و30 سنتي، كان رول من الجلد ومتخيط موصول 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 كل سفر أشعيا، وفيه الكلام ده. أثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه، ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه. يا طب ازاي المجد يتعلق على مفتاح ده؟ وازاي المفتاح يبقى وتد؟ اصل الصليب هو مفتاح الخلاص. اذا شاء الرب وعشنا نكمل في الحلقة الجاية. لله كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين.